جامده قوي، ممكن تكون فيها نقطه تركيزيه غالبا. هنخلي لو مطرت تقفل وبعد كده تسيبها في ثانيه. هو امبارح بالليل السيول نزلت على المنطقه دي وجرفت بعض الطول الصغير اللي هو الانت كف الجديد كده على في مجرى السيل ده على الطريق. انتقلنا بسرعه ورفعناه الحمد لله ومفيش اي مشكله. وطبعا السجان اللجنه العلميه موجوده دلوقتي بتفحص الموقف وهتقول رايها وتوصياتها، وتوصياتها هتتنفذ ان شاء الله. لكن مفيش اي صخور، يعني اي حد قال صخور لا مفيش صخور. هو اللي حصل هو لسه السيول جرف بعض الطول الصغير اللي على قد كف دي وهو موجود قدامنا، ده اللي احنا رفعناه على الارض. يعني الحمد لله مفيش صخور ولا في حاجه، ومع ذلك اللجنه بتفحص واي حاجه مطلوب انها تتشال هتتشال وهتنفذ توصياتها. وده توجيه السيد المحافظ ان احنا انتقلنا في ساعتنا على طول ورفعنا الحاجات اللي سقطت مع سيول الميه ومفيش اي صخور من بتتقال. يعني بصراحه والله اللي حصل من المنطقه اللي ورانا دي عباره عن مخر سيل، مطره كتير نزلت امبارح، نزلت على المجرى دون. المجرى ده زي ما احنا شايفين عليه صخور طينيه وصخور رمليه وعليه كتل صخريه من الحجر الجيد. مطره كتير نازله فالطينه تحتيها بتتحرك لان دي حبوبات صغيره مع الميه بتتحرك، فالصخور اللي فوقيها اتزحلقت، فمعظمها كتل صخريه زي ما احنا شايفين 20 30 سم كانت على المنحدر ده نزلتها مع الطينه والتربه اللي نزلت هنا على الطريق شغلت لنص الطريق. ومسؤولي الحي جم على طول فتحوا الطريق وشالوا التربه اللي نزلت من المنحدر الصخري ده. واحنا كلجنه علميه على طول بنعاين في المناطق دي، واي كتله صخريه قابله للانهيار او للانزلاق بنكسرها في مكانها، بنكتب تقرير للمحافظه، المحافظه بتشكل فريق هندسي بيجي يكسر اي خطوره لانهيار صخري في جميع مناطق المقطم واسطبل عنتر ومنشيه مصر. حصل اي اصابات؟ لا 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 الحمد لله، لا هي حصلت بالليل بعد المطر طبعا، لان لما المايه اتجمعت فوق وبتاخد بتنزل على المنحدر كانت الدنيا بالليل، والحته دي ما فيهاش اي سكان طبعا غير عربيات بتمر وكان المرور قليل بالليل. وانت شايف نص الطريق كان فري ما فيش فيه اي مشاكل، هي النص اليمين اللي اتغطى بكميه من الاتربه والرمل والاحجار الصغيره اللي احنا شايفينها دي اللي جه اللودر في الصبح شالها وشونها على جنب وفتح الطريق. واحنا دلوقتي هنطهر مخر المايه دون، نشيل اي كتل صخريه بحيث لو حصل اي مطره تاني ما تاثرش فيه، ونعمل دراسه لحل هندسي بحيث مستقبلا اي مطره تنزل ما تاثرش على المنحدر ده، وهندرس بقيه لو في اي منحدر تاني بحيث لو في مطره مستقبليه ما تعملش اللي حصل وتعطل الطريق مره تانيه ان شاء الله.